بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده ماسك للشعر، اعمليه قبل العيد شعرك هيبقى زي الحرير. يلا بينا نبدأ ونشوف اول مكون معايا النهارده في الماسك بتاعي. اول حاجه يا بنات هيكون بذور الكتان، زي ما احنا شايفين ده شكلها، بتجيبيها من عند العطار. هتاخدي معلقتين من بذور الكتان على كوبايه من الميه، هتسيبيهم يغلوا على النار وبعد كده هتصفيهم، وهيبقى ده شكل الميه بتاعتها. هي بتبقى لزجه، هوريكم شكلها عامل ازاي دلوقتي. ده اللي طلع من كوبايه الميه ومعلقتين بذور الكتان. لو واخدين بالنا يا بنات شكلها لزج، او القوام بتاعها بيبقى لزج شويه زي ما احنا شايفين كده. طيب هنضيف عليها ايه يا بنات؟ اول حاجه لو عندك زيت جوز الهند، وده طبعا شكله، ده الزيت ده اصلي يا بنات، وانا كنت وريتهولكم قبل كده كنت شارياه ازاي او جايباه منين. هاخد كده معلقه من زيت جوز الهند، هقلبها هنا كده مع المكونات. بعد كده هضيف عليهم معلقه من زيت الجوجوبا، طبعا برضو زيت الجوجوبا من الحاجات الحلوه جدا، او الزيوت الحلوه اللي انت تقدري تحطيها على شعرك وتجيب معاكي نتيجه حلوه. بيغذي فروه الراس وبيديكي لمعه، وكمان بيقلل من الهيشان. هاخد كده معلقه من زيت الجوجوبا. طيب لو ما عنديش زيت الجوجوبا ممكن تستخدمي زيت الزيتون عادي، مفيش اي مشكله. طيب او زيت الخروع. بعد كده هضيف عليهم ايه يا بنات؟ هضيف عليهم معلقه من فيتامين اي، طبعا بتجيبيه من الصيدليه، متوفر وعندك الشريط هيقعد معاكي فتره طويله. هاخد كده الكبسوله هصفيها، وهاخد المكونات اقلبها مع بعض لحد ما الزيوت تندمج مع جل بذور الكتان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طيب الماسك ده انا هستخدمه ازاي؟ اهم حاجه لازم تكوني غاسله شعرك قبل الماسك، وهتاخدي من المكونات دي وتبداي تدعكي من فروه الراس لحد اخر الشعرايه، كل الشعر بالنظام ده. وبعد كده هتلفي شعرك وتغطيه بالبونيه وتسيبيه حوالي ساعه. بعد كده على طول تشطفي الشعر بتاعك بالشامبو وتبداي ترطبيه باي بقى كريم انت بتحبي ترطبي بيه شعرك، او اي نوع زيوت بتحطيها على شعرك. بنستخدمها مرتين في الاسبوع. بذور الكتان يا بنات بتخلصك خالص من هيشان الشعر ومن الشعر المقصف، وكمان بتديكي لمعه حلوه جدا لشعرك، وده غير ان هو كمان بيغذي الشعر وبيعمل على انبته. بتمنى ان انتوا كلكم تقوموا دلوقتي تجربوا الوصفه دي وتقولي رايكم فيها ايه في الكومنتات. واهم حاجه ما تنسيش تدعميني باللايك، ولو كنت اول مره تشوفيني اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم ان شاء الله على خير فيديوهات جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.